Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم. جهازنا اليوم هو الأخ الشقيق لواحد من أنجح أجهزة العام 2019. تقدر تقول عليهم أخوة توأم، ماكو أي فرق حقيقي عدا عن بعض التفاصيل الدقيقة. طبعا الأخ هو صاحب المركز الثالث عالميا من حيث المبيعات بحوالي 9 مليون وكسر وحدة خلال 2019، وبالحقيقة أنه هاي مبيعاته كانت خلال 7 أشهر فقط. هذا رقم ممتاز وأكثر من ممتاز، فهل راح يحقق الجالكسي الخليفة لأي 51 نفس نجاح أخوه الأكبر أم لا؟ هذا اللي راح تعرفوا بهذا الفيديو من فون دايسكت. ظلوا يعني حتى تقررون تشترون هذا التليفون أم لا. واحد من أهم التغييرات اللي صارت على الأي 51 عن الأي 50 هو تصميمه. صحيح بقى من نفس المواد البلاستيكية على قولة سامسونج، أو البلاستيكية اللي بمظهر زجاجي تنطي للتليفون لمعة ومظهر راقي من بعيد، تحس الزجاج من صدق. زاد وزن التليفون وصار عند 175 غرام، مسكته مريحة جدا للتليفون. من الظهر راح تشوف بيت الكاميرات المستطيل اللي بي 4 كاميرات، راح نسولف عليها شوية هواية بس فد شوية، لأن بهيك سعر 4 كاميرات لازم نجربها ونشيكها. المهم راح تلقى التليفون بالأسواق بعدة ألوان، منها الأبيض والأسود والوردي والأزرق، كلهم حلوة كلش، ومظهر التليفون ومسكته مريحة، حسه موبايل فخم جدا. بس أني ما أحب تصميم المستطيل لبيت الكاميرات، دا أعتبره فتشي قبيح وما دا أقدر أتقبله لحد الآن، لكن هاي المودة باقية وتتمدد شئنا أم أبينا. هاي الحلقة برعاية أصدقائنا مركز سمر سنتر بالمنصور، مشكورين، يوفرون أغلب وأحدث أنواع الأجهزة والهواتف المحمولة وبأنسب الأسعار. عنوانهم أرقام الكول سنتر راح تلقوها بصندوق الوصف وظاهرة أمامكم بالشاشة. هنا لعبة سامسونج وميدان قوتها، وصعب جدا أحد يقدر ينافسها، لأن صح راح تلقى غير تليفونات وخصوصا الصينية تقول إنه هي تستعمل شاشات أموليد، بس لو تخلي واحدة بصف الثانية راح تشوف الفرق حتى بهيجي أسعار أجهزة. شاشة الأي 51 جميلة وبدقة الفول اتش دي بلس وبقياس 6.5 إنش. النوتش صغير كلش مثل اللي موجود بالنوت 10، لكن أكو نقطة غريبة بالأي 51 إنه ماكو أي طبقة حماية على الشاشة، مثل الاي 50 اللي كانت بطبقة حماية من الجيل الثالث من كورنينج اللي هي الغوريلا جلاس 3. والسبب انه سامسونج حاولت تقلل من مشاكل البصمة الضوئية التعبانة اللي استخدمتها نفسها مال الاي 50. خلي في بالك اذا خليت لزقة الشاشة مو رسمية من سامسونج او شوية ثخينة اكثر من اللازم، البصمة الضوئية راح تتعبك وتلعب نفسك حيل. لكن اكو ايضا فيس انلوك 2D سريع جدا، بس بالليل يقوم يحشش شوية وما يضبط بالتعرف على الوجه وما يتعرف على وجهك دائما. هاي النقاط خليها في بالك من حيث الشاشة. الاي 51 يجيب سماعة وحيدة يتيمة بأسفل التليفون، جودة الصوت تحسنت بهواية عن الاي 50 مثل ما تشوفون، والصوت صار شوية أعلى وشوية أنقى. وحتى تستعمل السماعات وتربطها بمدخل 3.5 مليم تقدر تحس بفرق أكبر بهواية عن ما موجود بالاي 50. هنا الجانب الأسوأ بالأي 51 برأيي، واللي ما شهد أي طفرة من صدق عن الأي 50، يعني بالأي 50 المعالج كان إكزينوس 9610، هو أضعف معالج متوسط عند سامسونج. أما بالأي 51 فصار المعالج نسخة ما تفرق أي شيء، ويستحق الذكر هذا الشيء، لأن المعالج هو الإكزينوس 9611، الرام زاد صار 6 جيجا والذاكرة 128 جيجا. أيضا عندك مدخل بطاقة الذاكرة الخارجية يدعم لك مساحة خزن إضافية لحد 1 تيرا. هنا أكو خبرين، واحد زين والثاني مو زين. نبدي بالخبر الزين، معالج الرسوميات هو المالي جي 72، أداءه محترم جدا بالألعاب ومقارب جدا للأدرينو 620. راح تقدر تلعب ببجي بفريمات ألترا وبالدقة الأعلى براحة راحتك، وكول أوف ديوتي أيضا نفس الشيء. أداء التليفون بالألعاب جيد جدا بالنسبة لسعره، الحرارة معقولة ما تصعد هواية من تلعب لوقت طويل، أي تهنيقة أثناء اللعب ماكو. الخبر الموزين أنه المعالج أداءه متوسط بأحسن الأحوال، إذا أنت تدش
تشغل كم برنامج سوى ثقيلة فشوية راح تشوف لاق بالتليفون، تأخير بالاستجابة هنا، كتابة تتأخر هنا. لكن هذا المعالج برأيي بأداء متواضع مقارنة بالأجهزة الصينية اللي بنفس السعر وتستعمل معالجات أعلى بهواية. ما صار تغيير كبير بالبطارية، لأن سامسونج أبقت على البطارية بنفس الحجم عند 4000 ملي أمبير. صحيح تدعم لك شحن سريع من الجيل الثالث من سامسونج قدرة 15 واط، وتنشحن عندك البطارية فل من الصفر للمية خلال ساعة ونص أو ساعة وأربعين دقيقة. مو الأسرع صحيح، لكن لا بأس به ويمشي. أداء البطارية يمشيك 6 ساعات 6 ونص تقريبا، هذا بحسب تجربتي، لأن السوفت وير هنا السامسونج ون يو اي الجيل الثاني يشغل التليفون من الباكيت، يقتل التطبيقات بالخلفية ورا فترة شوية طويلة نسبيا مقارنة بما موجود بالآيفون والشاومي، فالاستهلاك راح تلقاه أكبر، لكن عموما جيد ويمشيك يوم كامل براحة راحتك. التليفون راح يطلع لك من الصندوق يشتغل بالأندرويد 10 وبواجهة سامسونج الأحدث الوان يو آي الجيل الثاني. الواجهة جميلة جدا وعملية، فيكات وحركات واستقرار جدا عالي حتى بهيك عتاد بسيط. سامسونج سوت فيكات موجودة بالنظام مثل تسجيل مكالمات بجودة عالية بتطبيق الهاتف نفسه، تسجيل الشاشة أيضا بعدة تدرجات من القوة. ايضا نزلت فيكات وحركات من عائلة الاس والنوت للاي 51 مثل الاكتف ايج اللي تقدر تسوي بها اختصارات من الشاشة بالسحب، والجالكسي لينك وغيرها بعد هواية. تجربة الاستخدام بسوفتوير سامسونج تعطيك شعور جدا راقي. وصلنا هسه الواحد من اهم مراكز قوة الاي 51 واسرار نجاحها، وهي الكاميرات. سامسونج استعملت بي 4 كاميرات وبهج السعر، فهذا شيء نادر. الاساسية بقوة 48 ميجا بيكسل، تصويرها بالاضاءة جيدة محترم جدا مثل ما تشوفون، تنطيك صورة بقوة 12 ميجا بيكسل، لكن لا تفكر الزوم ابد راح تضيع كل التفاصيل، ورأسا وبأول زوم. هذا الشيء غريب جدا بكاميرا بقوة 48 ميجا بيكسل، لكن خلي في بالك هذا بسبب المعالج وبطء قدراته وضعفها. الثانية ألترا وايد بقوة 12 ميجا بيكسل f2.2، زاوية تصوير واسعة أشوفها جيدة جدا بالأداء خصوصا بالإضاءة الزينة. الثالثة بقوة 5 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو أو اللقطات القريبة جدا جدا. الفكرة بهاي الكاميرا أنه ماكو أي شركة استعملت متحسس ماكرو قوة 5 ميجا بيكسل، والتصوير بهاي العدسة جيد مقارنة بغيرها من التليفونات اللي من نفس فئة السعرية، وتكون عدساتهم الماكرو تقريبا غير قابلة للاستعمال. أختم وياكم أصدقائي، الأي 51 جهاز لو ما ضعف المعالج اللي بيه لصار من أفضل الأجهزة قطعا، لكن بقية مواصفاته من شاشة وبطارية وحتى كاميراته تخلي المفضل لهواي ناس، خصوصا سعره اللي ما يتجاوز $260. تلقوه موجود أيام أصدقائنا مركز سمر سنتر بالمنصور مجاور مطعم الساعة. نتمنى تكونون استمتعتوا بالفيديو، ونشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله.